الرسالة الموجهة من قبل التحالف الوطني إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد لا تكون آخر المستجدات على الساحة السياسية، رغم أنها تحدد النقاط الخلافية التي من الممكن معالجتها لتجاوز الأزمة حسب اعتقاد أعضاء من التحالف. التحالف الوطني الآن قدم ورقة إلى رئيس الجمهورية تتضمن مجموعة من القضايا العالقة سواء بالسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو السلطة التشريعية. هذا الجدول فيه كل ما تبقى من اتفاقية أربيل وكل الأوراق التي قدمتها الكتل وكل المستجدات بعد اتفاقية أربيل. وعلى الرغم من أهمية الورقة المقدمة كما يقول أعضاء من التحالف الوطني، إلا أنها لم تستهدف سوى رئيس الجمهورية على ما يبدو، فالتحالف الكردستاني والقائمة العراقية لم يطلعا على فحوى الرسالة. لو أن ورقة التحالف الوطني قد تضمنت اتفاقية أربيل وتفعيل الشراكة الوطنية وكل النقاط التي خرجت بها بيان الاجتماع الخماسي، فأعتقد بأنها سوف تكون مقبولة. رسالة التحالف الوطني لحد الآن لم نطلع عليها كاملة، نحن لا نريد سوى تنفيذ اتفاقية أربيل. ومع أن الورقة المقدمة تبحث عن حلول للأزمة القائمة، إلا أن مراقبين يرون فيها إثارة لأزمة جديدة ربما داخل التحالف نفسه، سيما بعد تقديم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تبحث هي الأخرى عن حلول، لكن بعيدا عن رؤية ورقة حلفائه. علي جواد، السومرية.